ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. تعرض شخص 50 يوم الأربعاء 9 مارس الجاري للدهس من طرف سيارة زوجة رئيس جماعة سيد عبد الله غيات إقليم الحوز على مستوى دوار العين جديد. وحسب مصادر فإن 50 كان على متن دراجة نارية واصطدمت به سيارة كانت تقودها زوجة رئيس جماعة سيد عبد الله غيات، مما أسفر عن وفاته في الحين. وفور علم رجال الدرك الملكي بالحادث انتقلوا إلى عين المكان للتحقيق في ملابساته، وتم نقل جثة الهالك صوب مستودع الأموات بأمر من النيابة العامة المختصة. إذن حسرة وألم وصدمة بالنسبة للساكن الدوار عين جديد، كما تشاهدوا معنا خلال مباشرة اللحظات اللي الآن صلاة الجنازة على الفقيد على المرحوم هذا السيد هذا اللي بطبيعة الحال عنده عائلة وعنده وليدات وعنده أبوه معيل لعائلة. يعني هم واحد حادثة سير تعرض لها واحد شخص يعني تي خدام في المجال ديال البناء كما هو معلوم متتبعينا، واللي وفاته المالي بعد حادثة سير كان السبب ديالها وهو زوجة رئيس جماعة الحالي لسيد عبد الله غيات، جماعة سيد عبد الله غيات اللي تتواجد يعني نواحي مدينة مراكش بالضبط في إقليم الحوز كما هو معلوم.